من أفضل الأعمال طبعا في رمضان مصاحبة القرآن تلاوة وتعبدا، ثم الصدقات، إفطار الصائم، سبحان الله، صلة الرحم، كثرة الدعاء في كل الأوقات لعلها أن تكون ساعة إجابة، يعني أي عمل للصالحات، جبر الخواطر، سداد ديون الناس التي الغارمين، طبعا التذكير بزكاة المال، كل هذا يعني من ضمن الأعمال الطيبة. ولكن هناك أعمال تسبق هذه ومع هذه هي من أفضل الأعمال في رمضان. في رحب المدرسة الأسماء يا من زانت في رمضان، وصول عقيدتنا العظمى للمسلم تغدو برهان. بحر التبيان الوافر جاءت في أغلى تبيان، وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان. أحكام شريعتنا الأمثل تسمو علينا تزدان، نرجو فيها أرقاما هل ودلائلها